الحضور ديالنا اليوم في هذا اليوم الدراسي اللي كاين بمجلس النواب حول مداخل المياه في المناطق الجبلية كيجي تتويج لمسارنا الترافعي لدى الفرق البرلمانية لدى هيئات ومؤسسات مجلس النواب واللي تفاعلوا بشكل إيجابي على أساس ينفتحوا على المجتمع المدني وحضرنا واحد العدد ديال الجمعيات هنايا وعدد الخبراء اللي يمكن يفيدوا باش نقدموا النقاش. والغرض الأساسي هو وضع القضية ديال المناطق الجبلية وتنميتها وحمايتها على رأس الأولويات الوطنية، خلق نقاش عمومي يعني كقضية عمومية جديرة بالنقاش وبالاهتمام، وأيضا طبعا تحسيس الفاعل السياسي أنه لا بد من التجاوب مع مقترحات المجتمع المدني، لأن نحن كائتلاف عندنا مقترح قانون الجبل وأيضا عندنا مذكرة مطلبية حول السياسات العمومية. إذن ننتظر من هذا اللقاء أنه نمأسس مساهمتنا كمجتمع مدني في هذا الإطار هذا، وأيضا احنا داخل في المسار ديال ملتمس التشريعي اللي رحنا كنجمعوا له التوقيعات اللي مطلوبين ب 20,000 توقيع، ورحنا كنشتغلوا على اساس نجمعوا التوقيعات لتقديم ملتمس التشريع من اجل قانون الجبل واللي رحنا دايرين فيه واحد العدد ديال الخطوات مهمه. هي مطروحه لكن للاسف بشكل تجزئي. هناك مخططات، هناك مشاريع يعني تهم جميع المناطق في الوطن، ولكن أن ما عندهاش أثر كثير لأنها ليست فيها التقائية للتدابير وللمعالجة، وليست فيها الملائمة للمناطق الجبلية بشكل خاص لجغرافيتها لتراكم العجز فيها وللحاجيات الأساسية لاستفادة ساكنة المناطق الجبلية من حقوقها الأساسية والخدمات. المشاريع الحكومية نعيب عليها أنها تنجز بشكل يعني موحد على صعيد الوطن بدون مراعاة الخصوصيات ديال المجال اللي هو المجال الجبلي، وأيضا ما فيهاش التقائية كبيرة بينها وجميع القطاعات، كل قطاع كيدير مشاريع لوحده، وكانت حسبوا أيضا على الخلاء على المصروف على شحال الكلفة، في حين أن لا يهمنا كم كلفة المشاريع بقدر ما يكمن ما مدى نجاحها ونجاعاتها والأثر الذي تركته في هذه المناطق المستهدفة. عريضة اللي مازال ما طلقناهاش حول السياسة للحكومات اللي تبني السياسات العمومية، خاصة لوضع مخطط خماسي 23-27 كما هو منصوص عليه موصى عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التنمية المستدامة للجبال في الخماسية المقبلة، وأيضا بالنسبة للملتمس التشريعي اللي هو مطالبة نلتمسه من المشرع أن يعتمد قانون خاص بالجبال.